هي حراس الحضاره فكرتها احنا بنطور وننمي المناطق الاثريه وبنعمل الربط ما بين الاهالي اللي عايشين في المناطق دي وما بين الاثر. يعني بنخلي الاهالي بدل ما هم بيتعدوا على الاثر ومش عارفين قيمه الاثر فبنعمل لهم توعيه بقيمه الاثار الموجوده وان هم ان الاثار دي لما بتتطور وتنمى هم هيستفيدوا منها. لو جه سائح وزار المكان فهو اكيد هيستفيد ماديا. الفكره بدات احنا وزاره الاثار في تعديات كتيره قوي على الاثار وزاره الاثار مش قادره تحصل على التعديات دي ومش عارفه تسيطر على التعديات الاهالي على الاثار. فهي جت الفكره ان احنا نشارك في نعمل حمله اسمها حراس الحضاره تعمل توعيه للاهالي وتعمل لهم نشاطات يقوموا بيها وهم يقوموا ينظفوا الاثر بايديهم فيبدا المواطن العادي يبدا يخاف على الاثر اللي هو اللي نظفه. عايزين نوصل رساله ان احنا يعني في الظروف الحاليه اللي احنا فيها دي عايزين نبين ان في مشاركه وفي تعاون ما بين الحكومه اللي هي ممثله في وزاره الاثار والاداره العامه للقرى التاريخيه ومنظمات المجتمع المدني زي جمعيه حراس الحضاره اللي هي جايه مشاركه معانا واللي عامله الايفنت. فاحنا جايين ان احنا بنشارك مع بعض كبدايه للحمله ان شاء الله تبقى فيها مجموعه من الاثار. مدرسه الامير مصقل هي البدايه وان شاء الله في حمله هتلم مجموعه كبيره من الاثار اللي هي بحاجه مثل عمل تنظيف وتحسين لحالتها لان معظمها بيبقى مغلق ومش مستغل. فان شاء الله باذن الله احنا يعني دي بدايه الحمله ان شاء الله هتبقى مستمره بيننا وبين جمعيه حراس الحضاره ان شاء الله.